بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله تعالى عن العارف بالله تعالى سيدي سلامة حسن الراضي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وهو أبي حامد سلامة ابن حسن الراضي الحسني. ولد رضي الله عنه وأرضاه ليلة 16 رجب عام 1284 هجرية، الموافق 12 نوفمبر عام 1867 ميلادية، في القاهرة بالخديوية المصرية. ونشأ رضي الله عنه وأرضاه بحي بولاق، وتعلم القراءة والكتابة إلى السنة التاسعة، وحفظ القرآن الكريم ووضع كتيبا في الأدب والأخلاق، وأجاد رضي الله عنه وأرضاه الخط العربي والفارسي، فعين موظفا في الخاصة الخديوية في سن 13 من عمره، ثم اشتغل بالتصوف وأسس طريقته الحامدية الشاذلية في نهاية القرن التاسع عشر عام 1885 ميلادية، وظلت محدودة الأثر إلى ما بعد قيام ثورة 1919، وتم إشهارها بالمشيخة العامة للطرق الصوفية بمصر عام 1926. وعندما زاد عدد مريدها، خصصت وزارة الأوقاف بعض المساجد لإقامة الحضارات الحامدية بالقاهرة، منها مسجد السلطان أبو العلا ببولاق. وقام المريدين بإنشاء زوايا للطريقة بسائر المحافظات في مصر. وترتب على ذلك أن وضع الشيخ رضي الله عنه وأرضاه قانونا للطريقة يحتوى على 329 مادة، وقد نظم القانون طريقة عمل نواب المحافظات والخلفاء، وأوضح أصول السير للمنتسبين للطريقة، وممن انتسبوا إليها هم حامد بدوي ومحمود بك نويتو وأمير ألاي أمين بك هاشم وخرشد بك توفيق وإبراهيم علي الأزهري ومصطفى الشاذلي وأحمد عبد ربه وعلي سلام ومحمود أفندي عبد التواب. جاء ذلك في الأعلام الشرقية في المئة الرابعة عشر الهجري، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، كما جاء في السيرة الحميدية الجزء الأول لسيف الدين العشري عام 1956 ميلادية. وقد اجتمع رضي الله عنه وأرضاه بالكثير من الصوفية، وأخصهم الشيخ مرزوق المالكي، وهو الذي أخذ عنه الطريق الشاذلية، وذكره في سلسلته المتصلة بسيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه، ثم التحق بالوظائف الإدارية، فعين رئيسا للإدارة الزراعية بمصلحة الأملاك الأميرية، وهيل إلى التقاعد سنة 1932 ميلادية. توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه ثالث يوم عيد الأضحى 1358 هجرية، الموافق 23 من شهر يناير لعام 1939 ميلادية، في القاهرة بالمملكة المصرية. ودفن في مسجده بشارع سليمان الخادم ببولاق أمام مقر مشيخة الطريقة. وقد أوصى رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة لابنه إبراهيم سلامة، وله مقام يزار، ومن بعده ابنه أحمد سلامة الشهير باسم حامد، ودفن بجوار والده. وتحتفل الطرق الصوفية بمولده في شهر رجب من كل عام، وطبعا من أولاده رضي الله عنه وأرضاه السيد محمد سلامة والسيد محمود سلامة وحامد سلامة وإبراهيم سلامة وأحمد سلامة الشهير باسم حامد. أما له رضي الله عنه وأرضاه عدة رسائل في طريقته، وأحزاب وأوراد دينية ومسائل فقهية.
طبعا الشيخ رضي الله عنه وارضاه مؤلفات كثيرة من الفويضات الإلهية في الحكم والمذكرات الحامدية عام 1907 ميلادية، وله أيضا الجواهر الحامدية في الطريقة الشاذلية عام 1912 ميلادية، وله كتاب الحامديات، وله كتاب حنين العشاق، وله كتاب النفحة المحمدية في الحكم الروحانية، وله أيضا كتاب السلسلة الذهبية ومؤلفات كثيرة غير ذلك. نفعنا الله به وبعلمه، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هذا وبالله التوفيق، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.